دلوقتي خلينا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ونتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الجوله 14 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم، والجوله 26 من بطوله الدوري الانجليزي لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد الجلسات الاقتصادية المتخصصة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وده بحضور الحكومة والخبراء والمتخصصين. الجلسات هتعقد خلال الأسبوع الجاري على مدار 4 أيام حتى الخميس، وبتركز أجندة الجلسات على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 14 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع الإسماعيلي في تمام الساعة 4 عصراً، في نفس التوقيت زد مع إمبي، وفي الساعة 7 مساءً هيلتقي المقاولين مع المصري. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي ويست هام مع برينتفورد في تمام الساعة 10 مساءً.